دلوقتي مونولوج النهاية، هتقومي تقفي على خشبة المسرح وتقولي لجمهورك أي جملة عايزة تقوليها من قلبك بصدق بدون أقنعة بدون افتعال، وده أبعد ما يكون عن انتصار. فأنا مطمنة. يعني أجي هنا؟ تنطلقي على المسرح. أنا لما جيت أشتغل على المسرح ده دخلت مسرح ريحاني، فبقيتش مصدقة. ففي عز ما البروفة شغالة والناس مندمجين، قمت أنا طالعة فوق خشبة المسرح دي، طلعت عليها ووقفت كده على المسرح وبصيت على البناوير وبصيت على الكراسي وبصيت على الستارة وعلى السقف، وقلت معقولة أنا واقفة على نفس المسرح على نفس الخشبة في نفس المكان اللي وقف عليه الريحاني وبديع خيري وماري منيب وعادل خيري وإسماعيل ياسين وتحية كاريوكا فايز حلاوة زينات صدقي رايا إبراهيم زينب الصدقي. إيه ده؟ أنا وقفت إيه ده؟ دي الكراسي اللي جم الفنانين بتوع الزمن الذهبي يتفرجوا على الزمن الذهبي للمسرح. الكراسي دي كان قاعد عليها أنور وجدي وليلى مراد ورأي إبراهيم. إيه ده؟ إيه ده؟ إحنا فين؟ إحنا في متحف، متحف حضاري تراثي بيحكي تاريخ مصر. أنا واقفة في وسط العبق ده وقعدت أبص للسقف وأبص لكل تفصيلة، وجريت رحت الأوض، الأوض اللي جوه والأوض اللي تحت الخشبة دي عشان أعرف كانوا بينزلوا على السلم ده، بيقعدوا في الأوض دي، بيدخلوا الحمام ده، بيستعدوا لدخلتهم، وبدأت أشوفهم كأنهم صوت وصورة. وطول ما أنا على المسرح ده بشتغل عليه وأنا محترمة أرواحهم، محترمة العطاء اللي عملوه، محترمة اللي بنى المسرح ده، محترمة الوقت والزمن اللي ضيعوه من أعمارهم ومن وقتهم وفلوسهم اللي دفعوها في المكان ده عشان كل يوم يعملوا مسرحية جديدة يعرضوها على الناس. وكان زمان بقى المسرحيات لا بتتصور ولا كانت بتجيب عائد مادي ولا لا، هم كانوا بيحبوا وكانوا مهتمين وكانوا مستمتعين بهوايتهم، مش مهم يجيلهم فلوس كتير ولا لا، لأنهم كانوا بيقدموا فن، بيقدموا حاجة بيحبوها، بيستمتعوا، مبسوطين، يا بختهم ويا عظمتهم. أنا بشكرهم على كل التراث اللي هم سابوهولنا، وأتمنى إن احنا نبقى قادرين من جيل ورا جيل ورا جيل إن احنا نحافظ على ده وننميه. احنا في مصر عندنا حضارة، عندنا ثقافة، عندنا تراث كبير قوي، يا ريت احنا نبقى على قد المسؤولية دي عشان نكمل ورا التاريخ ده.